اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. منورنا يا كابتن ناصر والف مبروك. تحياتي لك كابتن اسامه، تحياتي لكل مشاهدي قناه نادي الاهلي في كل مكان، تحياتي للنجوم الكبار كابتن ماهر همام، كابتن شريف، كابتن عادل، كابتن بلال. مبروك كابتن، مبروك نادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك الكره المصريه، مبروك كتير يا كابتن، مبروك الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره والمجلس كله. مباراه على الفوز وعلى الاداء وعلى النتيجه. كابتن اسامه، واحنا كنا اتكلمنا على الحكم المباراه في البدايه. النهارده عندنا اخطاء تحكيميه موجوده، ولكن نتيجه المباراه كابتن شريف النهارده، نتيجه المباراه غطت، خلت الاخطاء مش مؤثره. هنتكلم كابتن ماهر، مش كلام مرسل، معانا حالات تحكيميه كتيره قوي، بس عشان خاطر الوقت احنا اختصرنا الحالات ديت. جايب الحالات الاول بس اللي هي الايه، بعمل مقارنات جميله جدا، ان الحكم النهارده وقراءته وتمركزه وجاريه كابتن عادل، زي ما قلت لك النتيجه لما بتكون في فوز الامور دي كلها بتتغطى. تعال نروح للحالات كده سريعا يا كابتن اسامه ونشوف اول حاله معانا النهارده نشوفها. الحكم طبعا النهارده طبعا باين عليه قوي ان في وزن زايد كابتن اسامه، ما كانش بيجري كتير، ولكن يعني زي ما قلت لك قوه عضليه، ولا قوه عضليه، ولكن النهارده كانت الناحيه الفنيه كانت شويه، ما كانتش كتير يعني، ما كانش يعني ماشيه بشكل كويس. نروح للحاله الاولى معانا نشوف. بعمل مقارنه جميله جدا كابتن بلال، كابتن شريف. هنا بنتكلم على المسك، شد الفانيلا، واضح جدا ان هذه الحاله لابد يكون فيها بطاقه صفراء. دي حاله، وحوارك هو كان ماشي بمعيار على الفريقين عشان بس تبقى نبقى احنا عارفين. هنا في الشد موجود، هنا هي هنا لم يشهر بطاقه، وهنا لم يشهر بطاقه. دول حالتين. تمام. طيب نشوف الحاله اللي جايه ديت كابتن ماهر. طب مركزه كابتن عادل، خلي بالك دي مسافه بعيده قوي قوي، يعني انت عندك الامكانيه انك انت تيجي يمين تيجي شمال تتفادى، ولكن منك مفيش رشاقه مفيش جونه. هنا سبت الكره تصطدم، ودي حاله طبعا حاله مش شكلها مش حلو، ولكن هنا بنقول ايه، تمركز الحكم ما كانش صحيح في هذه الحاله. في نقطه مهمه بس قبل ما اكمل، اداء النهارده وروح اللاعبين يا كابتن اسامه سهلوا مهمه الحكم. اداء اللاعبين سهموا مهمه الحكم.